هلا بكل مشاهدين اللي قاعدين يشوفوا البرنامج سيدتي لليوم. طبعا فقراتنا اليوم فيها حدس وسلام وممكن كمان نقول سعادة وجمال، يمكن لأنه ليلة العمر مهمة لكل بنت، لكن لكل شيء أكيد في ضريبة، خاصة لما تكون هالليلة هذه مرهونة بمصاريف ممكن تكسر الظهر. كيف ممكن تستعد لها هذه البنت المقبلة على الزواج من غير ما تورط نفسها؟ معنا اليوم بالاستوديو مصمم ليلات العمر وكوش الأفراح الأستاذ عيسى العيسى. هلا بك. أهلا وسهلا يا مرحبا. ما شاء الله تبارك الله، يعني تصاميمك جدا رائعة، يعني بدون مبالغة حسيت إني خلاص الحين يعني نفسي أتزوج مرة ثانية. الله يكتب الخير بحولها وقوته. نعم، بالنسبة للتصاميم هذا هو تخصصنا وهذا هو هدفنا. جميلة جدا تصاميمك، من وين تستوحون أفكاركم؟ طبعا احنا نتكلم، احنا جروب ثلاث أشخاص احنا المختصين بهذا الأمر، لأن احنا نوزع المهام فيما بيننا. في معنا مصمم ديكور أو خلينا نسميه مصمم أثاث منزلي عنده خبرة كبيرة وشاب سعودي عبد الله المعشوق، ومعنا أخوه فيصل المعشوق نفس الطريقة مصمم للأثاث المنزلي. هذه كانت هي بداية الأفكار. بناء عليها بنينا عليها أنه ندخل السوق في مجال الكوش والحفلات. طب بيني وبينك هالسؤال هذا، يعني المشاهدين قاعد يشوفونا بس يعني أكيد راح يسكرين أذانهم. الحين العروس عشان تصمم كوشة وتصمم فرح كثير حلو وفخم مثل تصاميمكم، كيف ممكن ما تخسر مبالغ باهظة؟ ممتاز، احنا عندنا فكر يختلف عن الأفكار اللي موجودة في السوق. لما تجينا العروس احنا نسالها في البدايه كم ميزانيتك، احنا نشتغل لك على الميزانيه اللي انت تحتاج اللي تدفعينها او المتوفره لها. ليش؟ لان ممكن هي حاطه ببالها ميزانيه معينه لكن ما اظهرت لي الميزانيه هذه، ممكن انا اصدمها بمبلغ كبير، او انه ممكن انا ابخس حقها، ممكن هي حاطه ميزانيه معينه وانا اعطيها مبلغ اقل، هي كانت متوقعه انها حتعمل بشكل اكبر. فلذلك نسالها وش عن ميزانيتها، بناء على ميزانيتها احنا نبدا نعمل معاها. جميل. هنا انتم تصممون كل شيء في الفرح، من طاولات، من كوش، كل شيء تقريبا، ملمين في كل الافراح. بالنسبه للافراح احنا كيف نتميز عن غيرنا؟ بالنسبه لما نجي للفرح احنا دائما نقول لصاحب الفرح انت اصلا معزوم، انت سلمنا كل شيء وانت ترتاح، نغطي له الفرح من البدايه. يعني كمثال الكراسي اللي موجوده عندنا غير متوفره في السوق. ليش؟ لان هي تصميم خاص فيه، نوفر له حتى حفر اسم الزوج والزوجة على الكراسي. جميل. حتى الأقمشة نختارها له، وإحنا اللي نختار له تصاميم الطاولات، تصاميم الكوش بشكل مغاير لأي شكل ثاني. طيب يعني بهالحالة هذه العروس والعريس ما يدخلهم بأي شيء؟ لا، هم يحطون الفكرة. يعني أنا أقول لك يعني كيف تكون البداية. مثلا لما تجينا العروس عادة إحنا نطلب يكون معها أحد ثاني، لأن ليلة الفرح ما راح تكون فاضية تجلس معنا عشان تعطينا الملاحظات الأخيرة. فنطلب مثلا أختها أو أي أحد آخر يكون معها عشان إحنا ناخذ أفكارها، نعرف الذوق، نعرف الورد اللي هي تحب، الألوان اللي هي تحب، الإضافات، الإكسسوارات. إحنا شغلنا الكبير في الإكسسوارات، هذه اللي إحنا ندخل فيها دائما الإكسسوارات. ممكن أحيانا الإكسسوار البسيط يعطي جمالية كبيرة ما حد متوقعها. يعني الناس يتوقعون أن الأوفر والشيء الزيادة هو اللي يعطي الجمالية. لا، هذا الفكر خطأ. أشياء بسيطة تعطي جمال عجيب. نعم، أنت قلت في كلامك أنه تصنعون الخشب وتستوردون الورد. أي نعم. وش هالثقة هذه؟ بالعكس، ثقة، أنا مبسوط أنها ثقة لأن إحنا نعرف إيش نشتغل فيه. بالنسبة لنا إحنا هو المنطلق كان وين؟ إحنا عندنا مصنع أخشاب خاص فينا سابق، يعني كان يسبق مشروع الأفراح. أفكارنا اللي كانت موجودة، تصاميمنا، الأثاث المنزلي اللي كنا نعمله، الأثاث اللي كنا نعمله نقدمه لبعض المؤسسات أو الشركات، بدينا ندخل في مجال انه احنا نقدر ندخل الافراح نغير الفكر التقليدي. للاسف الان احنا يعني البنات عندنا هنا لما تشوف زواج تروح تصور الصوره، ولما يجي زواجها تطلب نفس الصوره. نعم بالضبط. احنا ضد هذا الشيء نهائي ولا نرضاه. نزعل لما تدخل عندنا وتقول لنا انا ابغى هذا الزواج، هذه الكوشه، انا ابغاكم تطبقونها لنا. هذا اكثر شيء يزعلنا. احنا عندنا استعداد انه لما هي ينتهي زواجها احنا نعمل لها فرح لها ثيم خاص فيها. احنا عندنا استعداد انه الكوشه هذه ما تستخدم بعدها، لان لكل زواج ثيم خاص فيه او ديزاين خاص فيه، وهذا اللي احنا نحتاجه. نبغى نغير ثقافه التقليد، ثقافه اللي انا شفت زواج بنت خالي لازم اسوي زواجي مثلها، شفت زواج صاحبتي لازم. هذه الثقافه احنا ما نبغاها، نبغى نطلع بفكر جديد
زواج لما نشوفه نعرف ان هذا زواج فلانه خلاص عارفينه. حلو، يعني انتم تستمدون ثقتكم بانه عندكم مصنع خشب وبانه عندكم بالضبط. تصاميم يعني غير موجوده ومكرره في السوق. بالضبط، انا مثل ما ذكرت لك احنا نقدر نوصل الى مرحله حتى كراسي الحفل احفر لك اسم الزوج والزوجه عليها، نجي للمرحله اللي بعدها حتى الطاولات اضافه الى الكوش، مو بس حتى انا ما اتكلم عن الحفر، اتكلم عن او اللي هو القص السي ان سي، لا نتكلم عن اشياء كثيره. نتكلم كمثال الورد، احنا نستورد الورد من نفسنا، احنا ما ناخذ من السوق، ليش؟ لان اللي موجود في السوق ممكن انا اروح اخذ من واحد ما يطلع بالجوده اللي انا ابغاها، فلذلك لازم انا اتاكد انا اجيب الورد اللي انا ابغاه بالطول بالمقاس بكبر الورده وكذا. في أشياء بسيطة، أنا مثل ما قلت لك لما نهتم بالتفاصيل نطلع يعني بتصميم جميل يرضي الزبون قبل لا يرضينا احنا. اينا. حلو كثير، ليش ما تأيدون مسكات الورد الطبيعية؟ ايه هذا المفروض انه يكون شيء يعني تلقائي، ليش؟ لأن مسكة الزواج هي مسكة للعمر، يعني لما تكون حلو الزوجة انها تحتفظ فيها ايضا بعد الزواج. طبعا عشان تحتفظ فيها الفترة. طب ما هم اساسا يمسكون الورد ويرمونه على اساس يعني عشان احنا نعمل الثانية يجي دورها وتتزوج. احنا نعمل ثنتين. احنا نعمل ثنتين، مسكة اللي ترميها ومسكة اللي تحتفظ فيها. اللي ترميها طبيعي. اوكي. ممتاز، والصناعي اللي تستمر معه، طبعا هو بالاخير بناء على طلب العروس. لكن احنا هذه فكرتنا انه المسكة تكون ورد صناعي لكن الملمس ملمس طبيعي. الملمس طبيعي. احنا هذا اللي نتميز فيه انه ملمسه طبيعي. هل في ثقه الان في ذوق المصمم السعودي من قبل الناس لما يجونك ويسلمونك الخيط والمخيط يقولون خلاص يعني سوي اللي تبيه؟ والله في البدايه كان صعب شوي. يعني انا ما اخفيك كان صعب. لما يشوفك سعودي يكون عنده تخوف. لكن احنا يعني لما بدينا في الاعمال اللهم لك الحمد حققنا نجاحات ما كنا متصورينها. احنا الان لنا سنه، في السنه هذه تقريبا يعني كسنه كبدايه اعمال، لكن الان وصلنا تقريبا 20 حفل زواج عملناه. النجاح الاول في الزواج الاول هو اللي فتح لنا المجال الاكبر على مساله اللي هو حجوزات يعني الطلبات اللي صارت تجينا، صار في ثقه عندنا الحمد لله اللهم لك الحمد، حتى من العملاء يعني يجونا يقولون انا حضرت زواج فلان وحضرت زواج كذا، فبناء على الثقه هذه الحمد لله احنا بدينا انطلقنا فيها. الله يوفقكم يا رب. يعني كثير حلو موضوع الزواج وان اسوي انا فرح ما قد يعني تكرر في اي مكان. الحين بالنسبه للكريستال صار في طبعا هو يعني دليل على انه الطبقه الراقيه الارستقراطيه هم اللي طبعًا. اكثر ناس يحطون الكريستال ويزينون قاعاتهم بكريستال، قديش صار في الحين ناس تستقبل على هالشيء هذا؟ هو الاقبال فيه اقبال كبير عليه، لكن احنا دائما نتكلم معاهم وفكرتنا الدائمه لا تقلد غيرك، ممكن انت تضيف الكريستال لكن الإضافات تكون بأشياء بسيطة في أماكن معينة، مش أي زاوية تحط فيها، هذا رقم واحد. ممكن أنا أستبدل بعض الزوايا بدال كريستال أحط ورد، أحط إن شاء الله يعني أشياء بسيطة، إكسسوارات بسيطة تعطي جمالية أكثر من الكريستال. إحنا مثلا يعني في بعض الأشياء مثلا في الزواجات بطاقات الزواج، الناس كيف يقدمون بطاقات الزواج؟ ورقات. صح. إحنا ممكن نقدمها لك عطور. عطور مطبوع عليها اسم الزوج والزوجة والوقت ومتى حيكون، بأي وقت تحتاجه احنا نقدمها لك بالطريقه هذه. لما تطلع انت بفكره جديده، لما انت تطلع بمفهوم غريب، لما يعني خليك العطور اللي تقدمونه يكون تركيبتكم ولا من اختيار الزوج؟ لا من تر من تر من تر في شيء من تركيبتنا احنا معنا شباب سعوديين مختصين بهذا الامر وبالعكس ناجحين فيها بشكل كبير اللهم لك الحمد لله. شكرا. الحمد لله. يعطيك الف عافيه، نورتنا اليوم واخذنا فكره جديده عن الكوش والافراح، ونتمنى ان شاء الله كل اللي قاعدين البنات يشوفونا الحين يجونك ويجهزون بسرعه لانه ما شاء الله فعلا انتم مبدعين. الله يخليك، لا بالعكس الساعه مباركه وان شاء الله نقدر نقدم لهم الشيء اللي يرضيهم بحول الله وقوته. شكرا استاذ عيسى العيسى على اللقاء اللطيف. شكرا لك. مثل ما شفتوا مشاهدينا كان معنا عيسى العيسى مصمم كوش وافراح. فقرتنا مستمرة معاكم لكن بعد الفاصل خلكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، انطلاق حملة لا تمشي على عماك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض الإيدز. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك.
سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.